السلام عليكم. طريقة حذف الفيزا كارد من داخل تطبيق نتفليكس، ما في خيارات لحذفها. في الخيارات داخل الإعدادات إننا نقوم بتغييرها وبنقوم بتحديثها، يعني نقوم بإضافة واحدة ثانية ونحذف الأولى، أو نقوم بتحديث اللي هي موجودة عندنا. طبعا طريقة الحذف اللي هي موجودة حاليا، الحذف النهائي من داخل التطبيق، يعني يكون التطبيق الاشتراك من غير فيزا، يعني إذا انتهى الاشتراك بيتوقف إلى وقت إضافة الفيزا أو طريقة دفع أخرى. طريقة الحذف تكون إن احنا نقوم بمراسلة خدمة العملاء. خدمة العملاء طبعا بيردوا علينا طبيعي، بيكون خدمة العملاء باللغة العربية، يعني إذا أردنا محادثتهم دردشة، يكون من الساعة 8 للساعة 12 في الصباح. طبعا هذا كل يوم، ما في يوم محدد. لما دخلت على الموقع شفت الوقت هذا من الساعة 8 للساعة 12 صباح. الوقت الثاني كله موجود، السيرفر موجود شغال للدردشة بالإنجليزي. طبعا أنا قمت بفتحها في غير الوقت الذي هو موجود في العربي، وكلمتهم بالإنجليزي، وبعد ذلك هم يتحققوا من الحساب، يتحققوا ترسل لهم الإيميل. طبعا الموظف مباشرة يتحقق، ترسل له الإيميل يتأكد من الحساب، بعدين ترسل له الإيميل ويتأكد ويسألك ليش السبب، ليش تحذفها. تقول له يعني أنا ما ابغى ادفع ولا شيء زي كذا. بعدين هو بنفسه يرسل لك، يجيب لك، يفتح لك مربع كذا صغير من نفس النظام، يفتح لك مربع صغير كذا تدخل فيه رقم الفيزا اللي هي موجودة في نفس الحساب. اذا دخلت رقم الفيزا وتعمل موافق، تنتظر دقيقة دقيقتين تجيك رسالة على الايميل انه تم حذف طريقة الدفع من داخل. طبعا كما تشاهدون، اذا دخلنا في الاعدادات، هنا عندي الحساب، هنا عندي الحساب، ندخل على نفس الحساب ولا ندخل مساعدة؟ هنا كمان شهر المساعدة، هنا عندي محادثة وهنا اتصال. أنا أدخل على المحادثة هذه، هنا يفتح لي الخط في المتصفح. كما تشاهدون هنا مكتوب Arabic chat is available from، يعني هذا اللغة العربية متاحة من الساعة 8 للساعة 12 بتوقيت MIST، بتوقيت طبعا توقيت جرينتش. هذا طبعا هنا عندي إذا أردت الدردشة مع نفس الموظف، أنزل هنا تحت، هنا تحت كما تشاهدون هذا الخيار. إذا دخلت عليه هنا يجيني الموظف، أنتظر الآن يجيني هلو وات كان هيلب يو وذ توداي، يعني إيش تبغى مساعدة اليوم. أكتب له هنا طبعا بالعربي ولا بالإنجليزي على حسب الموظف اللي موجود. مثلا شوف أقول له I want to delete my card from my account. يعني زي كذا. بعد ذلك هنا هو يقول لي ايش؟ اوكي someone will، يعني في شخص بيجي دحين يحادثني. with you shortly، يعني انتظر شوية بيجيني دحين شخص يحادثني، محادثة شخص معي. هنا كما تشاهدون تبدأ المحادثة، اتحادث مع نفس الشخص. هنا بعد ذلك يطلب مني الايميل، الايميل لكي يقوم بالتشيك على نفس الحساب اللي هو موجود، الذي اريد شو اسمه حذف البطاقة منه. هنا كما تشاهدون بعد ان اعطيته الايميل يقول لي دعني اشيك على الايميل هذا. بعد ذلك هنا يسألني يقول لي شو اسمه البطاقة نفسها اللي هي موجودة في نفس الحساب موجودة عندك؟ أقول له يس. بعد ذلك I have it. بعد ذلك انتظروا لن يرد علي الآن، قبل أن يجيب لي شو اسمه المربع اللي يدخل فيه رقم البطاقة. هنا بعد ذلك يسألني ليش أحذف البطاقة. أنا هنا أكتب له I don't want to buy، يعني أنا ما أريد أدفع. بعد ذلك لما تشاهدون أحيانا يتأخر في الإرسال، أنا أكتب له هنا علشان يرسل الشيء بسرعة. يرسل لي ذلحين المكان الذي استطيع فيه ادخال رقم البطاقة، هو مربع كذا يظهر خارج الدردشة مش داخل الدردشة، يعني الموظف ما يستطيع حتى انه يشوف شو اسمه رقم البطاقة، بس لانه يظهر المربع كذا ادخل فيه المربع، بعد ذلك اعمل موافق. بعد ذلك ما تشاهدون يقول لي هير وي جو، يعني نروح هذا المكان اللي نحط فيه البطاقة. لازم نركز المكان هذا الذي نحط فيه البطاقة، بعد ذلك نضغط الاسود هذا موافق، بعد ذلك ننتظر الاوامر. كما تشاهدون دخلت البطاقة، عملت إرسال. الآن ننتظر للتشييك للنظام لكي يقوم بتشييك الحالة. بعدين يقوم بتشييك الحالة، فقط انتظر الإيميل. أستطيع مكالمة الموظف من هنا، أسأله إيش صار وإيش ما صار.
هنا أسأله أقول له أوكي I sent it. هنا كما تشاهدون كتب لي Thank you, please hold on, يعني من فضلك انتظر. بعد ذلك هنا أسأله مرة ثانية هذا السؤال الماضي Did you delete it؟ يعني هل حذفته ولا لا؟ هنا الآن يسألني إذا وصل الإيميل عندي ولا لا. إذا وصل أذهب لنفس الإيميل وتأكد. إذا وصل الإيميل يعني خلاص تم حذف البطاقة وتمت العملية بنجاح. أنا أكتب له هنا نوتيت يعني ما وصل الإيميل. الإيميل تأخر شوية بس الإيميل وصل تقريبا بعد دقيقة. كما تشاهدون نوتيت أرسلت له ويقول لي انتظر لما يجي. وأخيرا جاء الإيميل، هذه رسالة التأكيد. Thank you for consent. Yes, we have removed the method of payment from هذا هو الشرح باختصار. إذا عجبكم الفيديو رجل اعجب بالفيديو والاشتراك بالقناة. معكم فواز الوصابي وإلى اللقاء.